تستفد من الفرق اللي بنا فيها يكون فيها لاعبين في المستوى العالي، ولكن مع الفرق اللي بعد تحت يعني التدبير المحكم ديال نقول عائله ابرون، وهذو جوج ديال الناس العز العامري ولاعب ابرون كنكلموا واحد المحبه خاصه استطلوا المعيد والاوطر اللي كتشتغل معاهم يعني اللي بطريقه احترافيه في ظليه بانه استطلوا باش يكونوا ظاهره كره القدم. لان ملي كتشوف المغرب تيكوماني انا كمدرب كنشتاق نشوف المغرب تيكوماني فعلا كنا كتبقى المغرب فاسي بارسا العرب كاس افريقيا، ولكن بارسا المغرب دابا الحقيقه هو فريق المغرب تيكوماني. تيظهر هذا ما جاش من عباد، جات من عمل، جا من شغل. تيظهر الفريق اللي كان غير السنه الماضيه فريق صغير جدا في السنه، واظن بانه مقابل شخصية الفريق البطل اصبحت موجوده في فريق المغرب تيكوماني بكل صراحه دون عاطفه يعني بالقلب وبالعقل. تيظهر لي بانه ان الاول باش يتعطى الحق لعزيز العامري اللي فعلا من المناضلين الكبار والمدربين الكبار، وهذه هي المناسبه ان شاء الله بهذه السنه من قلبي خالص كنتمنى ليه ان شاء الله السنه. واش كتلخص في هذه الكلمه ديالك على ان كانت مقابله صعبه ضد فريق المغرب تيطواني؟ فعلا كانت مباراه صعبه، وكانت في مباراه انا نقول لك بصراحه كي عايز تعرف بصراحه ونعرف بك بصراحه هو تيعرف من العقل ديالك. هذه المباراه فيها شكوك، غادي يقول لك راه تيتعرفوا راه نساب راه عائله واحده راه غيكون فيها يعني. هذه المسائل بتاتا ما عمرها غادي تكون، ما عمرها غادي تكون هو اصلا الاخلاق ديالو النبيله واخا تشوف ما عمره ما يكون بحال هذا. لا هو ولا الناس اللي كاينين تما كيشتغلوا معاه، هذا لان كيعتمد على الفريق ديالو. وشفتوا كانت المباراه اظن بانه كان فيها تشويق، كان فيها بعد اول دراسه تكتيكيه في الشوط الاول انا شفت تقريبا كانت عقيمه من ناحيه لان كل فريق كان سد المنافذ، لان كل فريق كان فريق وانا كنعرف كما تنقول الفلسفه والرؤيه ديال السي عز العامري بانه دائما كيبغي يسجل اكثر عدد الاهداف ما كتهموش وبقى يسجل عليه اهداف، وهذه دائما الافكار ديالو. يقدر يسجل خمسه يسجل هذا ويتماركوا عليه جوج ولا ثلاثه ماشي مشكل، مع العلم بانه خدم من ناحيه الدفاع في الفريق ديالو. اظن بانه وهذه اظن بانه لنا السبق بالرغم بانه كما تعرف باش كسرنا ذاك الجدار ديال كينا اللي ما سجل هدف يمكن من الدور 11 المقابله 11 المقابله، فحتى هو يكون فرحان لينا في الحقيقه حيت حنا فرحانين اللي ان شاء الله بالتشامبيون ولكن فرحان لينا. وتيظهر لي بانه الشوط الثاني تبينوا يعني كما تقول دائما الشوطين المغربيين تبينوا يعني الفرق تغيروا في طريقه اللعب ديالهم، اصبحت هناك يعني كره جميله، جمل تكتيكيه، مناورات، فرص للتسجيل اللي كانت كثيره، كان كتشجع لنا اكثر عدد الاهداف كيف كنا حنا نسجلوا كذلك. واظن بانه اللي ساعد في هذا الشيء وهو الايقاع اللي ارتفع في الشوط الثاني وحتى الكعب ديال اللاعبين والتركيز ديالهم يعني بالتعليمات اللي عطاتهم من طرف المدربين. فحتى الاهداف كانت جميله جدا، واظن بانه القوه اللي كتشكل فريق المغرب تيكوماني وهذه ماشي جواب على السؤال تتم، وهذه كنشوف غير فرق كبار بان ما كتعرفش من كاين هو كيقدر يسجل لك هذا، يقدر يجي زياد يسجل الهدف، يقدر يكون خضروف كما سجل الهدف، يقدر المناصب يسجل، يقدر يباغتك بنانيه يسجل، يقدر يجي باستثناء اللاعب عبد المحوري الكبير جدا المتالق واظن بانه عزيز عليا لهذه السنه، واظن زاد بهرني اكثر ومن اللي يستاهل الفريق الوطني كلاعب محوري يستاهل الفريق الوطني الحقيقه. بالنسبة للشكوك السي رشيد الطوسي فعلا قلت هذا الشكوك في الجولة الثانية كان واحد الفراغات مهولة في الدفاع ديال المغرب الفاسي في العقبة الدفاع ثلاث محاولات ثلاث انفرادات لولا شنو قلت انا شنو قلت من بعد؟ لأنه كتعرف بأنه في غياب لاعب شطيبي اللي أصيب في آخر مباراة ديال هذا من بعد كنهيئوا باش يتهيئ المباراة ديال كوناكري ديال حرية كوناكري، ولكن للاسف بان الاصابه ديالو مازال ما هذا، فعندي في وسط الميدان يعني حس هجومي عندي الحراري، وعندي الحراري كتعرفوه ما عندوش يعني جاهزيه 100% باش يلعب لنا ما لعبش مباراه من شحال هذه، واظن بانه مع اللاعب هذا شويه وقع بانه تقريبا واحد الفراغات من الناحيه الدفاعيه، بقى اللاعب بصري بوحده
اظن بان هذاك باش التغيير بخطبه معمر انا بخطبه معمر خسرنا كتوازن وكيبان لي بان هذه قراءات كتوقع اثناء المباراه وخص ديالي باش هذا واكثر من هذا انت كتحاول باش تسد المنافذ باش تستقل باش تبحث على هدف فهناك كيكون الديلام كيفاش كتبحث باش تدخل عنصر اللي يقدر يزيد الحاجه الهجوم وعنصر اللي يحد من الهجومات الخطيره للفريق.